والله لو عاد ميت إلى الدنيا أحبك من أمك. من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. الله عليكم. سائل يسأل: كيف يقوي العبد صبره ويقينه؟ يقوي العبد صبره ويقينه من القرآن بما ذكرنا، من أن القرآن جاء بتقوية اليقين بثلاثة مسالك، وهي تقوية علم اليقين وتقوية حق اليقين وتقوية عين اليقين، وجاء أيضا بمسلكين في تقوية الصبر، وهما تقوية الامتناع عن فعل الشهوة وتقوية الإقناع بترك الشهوة. فإذا قرأ العبد القرآن وهو يلتمس هذا قوي صبره ويقينه. وهذه الرياضات القلبية لا بد فيها من طول المدة، فالنفس لا تصلح باليوم واليومين والليلة والليلتين، بل لا بد من أن يقيم العبد رياضة إصلاح نفسه حتى تستقيم نفسه. قال محمد المنكدر: جاهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل حتى استقامت لي. وقال إياس بن العجلي: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنوات. فإذا أراد العبد أن يقوى يقينه وصبره فلا بد أن يلتمس الطرق الموصلة إلى ذلك، ثم يأخذ فيها ويلازمها حتى تؤدي به إلى ما يرومه من الهدى واليقين والصبر. وأما تذوقها أو الاطلاع عليها وعدم ممارستها فهذا لا يكون به الإنسان ذا يقين ولا صبر، ويكون ذلك بملاحظة العبد نفسه فيما صور حتى يستعين به على ما عظم. وقديما قلت لكم: من لم يصبر على عثرة قدم لم يصبر على ما فوقها من الألم. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يروض نفسه بالصبر ينبغي أن يعودها أنه إذا عثرت قدمه أن يتجلد. بعض الناس الآن في بيته إذا عثر في الدرج ماذا يفعل؟ رجع إلى الدرجة ثم ركلها برجله ثم قال: أصلا هذا المهندس الذي صلحها ما يعرف لوضع المقاسات، والذي العامل الذي ركبها ما يعرف، وصار يسب ويذم، وستبقى العتبة عتبة ويذهب الألم. لكن الإنسان العاقل يصبر. ولذلك قال ابن تيمية الحفيد: من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم. فالعبد ينبغي أن يروض نفسه على اليقين والصبر ويتجلد ويثبت نفسه حتى يكون كامل الإرادة والفكر فيها. وهذه الكمالات إنما تؤخذ بالأيام والليالي، وتؤخذ بصحبة أهلها ومعرفة الطرائق المؤدية إليها. وقد ذكرت في مقدمة محاضرة قول الأحسن شيء مما ينتفع به في